تمام. توكل على الله دكتور. تمام دكتور محمد، كل الشكر لكم للحضور جميعا، وإن شاء الله راح طبعا نحكي دكتور، اليوم. اول شيء مرحب فيك باسم الطلاب جميعا اللي حضراني الله معنا. هني طلاب كليه العلوم تقريبا بكافه السنوات، وفي طلاب من كليه صيدله سنه رابعه. إن شاء الله تكون المعلومات اللي راح نحكيها مفيدة للجميع. طيب، ان شاء في الله. البداية نحن راح نحكي يعني إنه اليوم العنوان إنه شلون إنه الخطوات اللي لازم نتبعها حتى نحصل على منحة دراسية في أي جامعة، سواء يعني في أي مكان في العالم، بأي جامعة عالمية. في البداية راح نتبع البروتوكول، بس أعطي لمحة عن حالتي أنا. طبعا أنا ثماني معروف مدينة السراقب من إدلب. حصلت على إجازة بالكيمياء من جامعة حلب، زميله للدكتور أحمد، درسنا سوا. حصلت على الماجستير من جامعة شرين، أيضا من سوريا. بعدين حصلت على الدكتوراه بالكيمياء التحليلية من جامعة مهيدول بتايلاند، وحاليا عم بشتغل باحث ومحاضر بجامعة شولالمكون بتايلاند. طبعا الابحاث اللي بقوم فيها، في عندي كثير متنوعه الابحاث نحن بنشتغل فيها هون، ما راح ادخل عنها بالتفاصيل حاليا. ممكن تشوف المهتم بالدراسه الابحاث ممكن يلاقينا على جوجل سكولر، يشوف شو عم نشتغل الابحاث نحن هون حاليا بمخبرنا. في النقطه الثانيه راح نتبع البروتوكول. راح اعطيكم هلا حاليا لمحه عن جامعه تشولالمكون، راح نشوف الفيديو مع بعض.
طبعا هاي كانت لمحه عن التولنوكون. في نحن عن القسم قسم الكيمياء نحن في عندنا برنامج انترناشونال بروجرام اسمه باشلور اوف ساينس ان ابلايد كيمستري. هذا كله نحن مندرس فيه بالانجليزي فقط. طلاب ممكن يكونوا سواء لو تايلانديين او اجانب بيدرسوا باشلور طبعا بالابلايد كيمستري. وفي عنا طبعا يحصلوا على شهاده انترناشونال فيهم معترف فيها بكل جامعات العالم. راح اعطيكم بس لمحه عن البروجرام في عنا فيهم. This is the day that I have come for the enrollment to apply for BSAC of Chulalongkorn University. I have the feeling that my life is going to change from this day onwards. This is my life as a sophomore. I know that all of my skills have improved so much through active learning styles of teaching. This year, I have to select which major I would like to pursue. Wow, they even have three majors for me to choose. There's differences across these three majors. Third year now, I get to be part of ISSP project, which is such a unique project that you can never find anywhere else. I get to apply my knowledge to enhance society's well-being, to help improve their life in a better way. Now, as a senior, there is applied chemistry project abroad. And after my return to Thailand, they hold a seminar, which makes me realize that my skills and knowledge have improved so much. After my graduation, I also gain a wide range of connections through these people I knew throughout these years. Now, I'm quite confident that my soon-to-be future is going to be bright and successful, thanks to my experience that BSAC has provided me during the فمثل ما لاحظنا انه في عدد كثير من الطلاب ترغب تدرس يعني خارج المكان اللي حصلوا عليه سواء البكالوريا او سواء الجامعه. طبعا هذا حلم بيكون لكل طالب. بس دائما المشكله بتكون عندنا انه هي مشكله التكاليف، يعني اذا الشخص بده يطلع يدرس على حسابه فبتكون مشكله كثيره بالنسبه له. فالحل الوحيد للتغلب على المشكله هي بتجينا انه الحصول على منحه دراسيه مجانيه. هذا طبعا بيبقى الخيار الافضل والوحيد الامن بالنسبه للطلاب بشكل عام. بس ولكن انه ما كل طالب بيقدم على منحه دراسيه ممكن ينقبل فيها. هذا الواقع طبعا. ولذلك نحن هون بمحاضره اليوم انه ما نحكي انه شو نحن لازم نعمل حتى نحضر على منحه دراسيه. طبعا في عندنا عده مراحل. كل مرحلة بتكون متتابعة مع المرحلة الثانية، ما فيك تقدم على المرحلة الثانية قبل ما تنجز المرحلة الأولى. فبالبداية رح نحكي على المرحلة الأولى. في المرحلة الأولى في عنا هي مرحلة الإعداد، فعنا عدة خطوات لازم نقوم فيها. أول شيء عنا اللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية هي لغة العلم بدون أدنى شك، يعني أنت كباحث بما أنك أنت بدك تدرس بالعلم فبدون لغة إنجليزية ما فيك تعمل شيء. هاي حقيقة يعني
أنا بعطيك مثلاً مثال من خبرتين أنا فيهم. تعرفون إحنا مثلاً سابقاً كان في عنا لغتين، يعني يدرسون اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية. فالمهم أنا كانت لغتي الفرنسية، لحتى وصلت الماجستير وصلت يعني أنه فلا عند بدأت دراسة الماجستير فلقيت أنه كل شيء منشور في العالم هو باللغة الإنجليزية. يعني عند بدي أروح لاقي بحث، بدي أبحث عن بحث ما لاقي أنه مثلا موجود في اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، أو حتى عند اللاقي أنه منشور باللغة العربية لاقيت ترجمة ركيكي يعني حقيقة، يعني وما في المعلومات اللي ناقصة جدا. فباشرت أنا بدرس اللغة الإنجليزية أنه من ABC، يعني أنا عند رحت دخلت كان في ناس مثلا عمرهم 15 سنة عم يدرسوا اللغة الإنجليزية. فالقصد من هالمثال اللي بعطيك إياه أنه ما تدقق على العمر، يعني تقول أنه أنا هلأ فاتني القطار أو تأخرت لأتعلم اللغة الإنجليزية. لا، إذا لغتك ما هي كتير عالي فيك تباشر مباشرة بدراسة اللغة الإنجليزية مهما كان العمر، مهما كان العمر ما في فرق. فحتى أنت تفكر في المنحة لازم أول شيء تحصل على اللغة الإنجليزية. طبعا في عندنا احنا نشرنا كتير فيديو عن اللغة الإنجليزية انه ليش مهم للطلاب، وحكينا عن خطوات انه شلون فيك تعمل تطور لغتك الإنجليزية. تمام، هلا نفرض انه الخطوة الأولى أنت خلاص نجحت ختمت اللغة الإنجليزية صرت قادر فيها. طبعا عند عم نحكي عن اللغة الإنجليزية ما في معناته انه انت تجتاز العشر مستويات، لا، انه انت فيك عند الباشر في المرحلة الخامسة توصل للمرحلة المستوى الخامس باللغة الإنجليزية فيك تنتقل للخطوة الثانية. اللغة الخطوة الثانية هي كتير كتير مهمة، هي التحضير العلمي المسبق. شو القصد في التحضير العلمي المسبق؟ طيب خلينا نسأل هلأ حالنا اليوم، أنت كل واحد يسأل حاله ولا كم كتاب علمي قرأت؟ طبعا أنا بحكي فيهم باللغة الإنجليزية، يعني هلأ خلونا الخطوة الإنجليزية صار كله عنا أنه بدك تقرأ بالإنجليزية. طيب كم كتاب علمي قرأت؟ تكست بوك، يعني في هود موجودات بالمكتبة أو موجودات على الإنترنت تكست بوك. طيب كم مقال علمي قرأت؟ المقال علمي معناته أنه عن الأبحاث. أنا ما بحكي على طلاب الماجستير، عم بحكي أنا من بكالوريا، من البشلر، من الإجازي. طيب كم ندوة علمية حضرت؟ طيب أنت كطالب جامعة كم حلقة بحث أعددت باللغة الإنجليزية طبعا؟ والأهم شيء أنه كم تجربة علمية شاركت؟ انت اذا جاوبت كل على هالاسئله وكلهم انت مجتازون معناته الخطوه الثانيه انه انت مجتازه واللي هي تحضير العلمي، لان هي كثير مهمه. لازم تحط في بالك انه انت عم بتقدم على منحه، هي في عندك اكثر من 100 شخص مقدم على المنحه، والبدون طبعا الاختيار بده يكون على الخلفيه العلميه. فكل ما قرات اكثر، كل ما كانت عندك خلفيه العلميه اكثر، يكون عندك فرصه اكثر للنجاح. طيب ننتقل للخطوة الثالثة. هلا كل إنسان عنده شيء بيميزه على الشيء الثاني، أنت بدك تكتشف نفسك هون. شو الشيء اللي بيميزك أنت مثلاً فيه؟ شو اللي بيخليك أنت متميز عن غيرك؟ مثلاً هلا نحن أكيد في ناس مثلاً بيكون رغبتها إنه تدرس مثلاً فروع مختلفة، ناس مثلاً بتحب كيمياء، ناس بتحب مثلاً رياضيات، ناس كذا. انت هون اول شيء بدك تكتشف نفسك، اشو اللي شيء يخليك متميز بمجالك بدراستك عن عن الوقت الثاني، عن الناس والزملاء الثانيين. النقطه الثانيه انه هون اللي بيكون عند بتشوف انه انت شيء مميز بشيء، مثلا نفرض انه انت عم تدرس كيمياء ولقيت نفسك انه انت عندك رغبه او عندك انه ميول للكيمياء التحليليه، انت هون لازم تطور حالك بالكيمياء التحليلية، تتعمق أكثر بهالدراسة، تقرأ عن الكيمياء التحليلية أكثر وأكثر وأكثر. فهون أنت هاي عملية اكتشاف نفسك. الاكتشاف النفسي بتبدأ في بعد السنة الأولى والسنة الثانية. أنت هون عند بتصير مثلا خاصة عم بتخلص السنة الثانية، إحنا بنسميها إنه أنت هون نضجت علميا، يعني صرت أنت عارفان حالك، أنت بنص الطريق لتخلص الإجازة، أنت صرت تعرف وضعك لوين رايح، لوين بأي اتجاه تمشي فيه. فهون نحن بنسميها انه الاكتشاف، انه تكتشف نفسك، تشوف انه انت اي فرع اي شيء مثلا عندي هيك اجتذبك ميولك له وبتباشر بتطور فيه.
الخطوة الرابعة هون أهم شيء بدها تشتغل بجد ونشاط وتبقى متحمس. شلون يعني؟ هلا مثلا لنفرض انه مثلا انت جبت علبة كوكا كولا فيها غازات، طبعا اذا انت رجيتها فيهم فاول ما بتفتحها راح يطلع معك الغازات، دقيقة دقيقتين ثلاث دقائق وبعدين اشو ما بقي تم فوران. وهذا الشيء اللي عم نلاحظه نحن في كتير طلاب. الطالب مثلا بالاول ما بيدخل بمرحلة البحث او بمدخلة الجامعة بس خلينا نسميه بيكون كتير متحمس، تبيشن عنده كتير عالي، ما في بعد فصلين بعد السنة ما بتشوفه إلا بردة الهمة. طبعا هذا الشيء الإنسان الناجح هو اللي بيحافظ على وتيرة واحدة. فكتير طلاب إنه ما بتنجح فيهم بسبب إنه هالشيء، أول ما بيبدأ متحفز بعدين معه بيصير عنده عدم مثلا يسموه support أو performance. فهون بهالحالة بيصير عنده الفشل واضح، بيبتعد عن الأهداف. ولذلك أهم شيء هون بيجي عندك تنظيم الوقت، تنظيم وقتك وأيضا تنظيم جهدك. طيب النقطة الثانية اللي بدنا نحكي فيها على النقطة الخامسة، إنه بأول شيء عندما نحن نصير مثلا بمرحلة هلا نحن قدمنا صرنا الخطوة الخامسة، صار عندك أنت في شغلات معناتها صرت جاهز تقريبا لتقدم على الطلب المنحة. فهون انت اول شيء بدك تشوف اشو اللي بيخليك متميز عن المتقدمين الاخرين. مثل ما قلنا انه في عندك كتير منافسي وكتير طلاب بدي يقدموا، يعني نفرض انه انت كل هالناس اللي بهالقاعة هلا حاليا بدي يقدموا على منحة، على نفس المنحة. طيب انت كل واحد بدي يسأل نفسه انه انا اشو بيخليني متميز عن الباقين. فهذا انت عم بتوجد الشيء اللي بيخليك بتميزك، هذا اللي مهم جدا يعني انه تطوره. ثاني شيء انه انت لا عند بتكتب عند بتنوي انه تكتب عن تقدم عن المنحه، طيب اكتب انه انت تقرير عن نفسك، اكتب عن صفاتك الاكاديمي والشخصي، يعني بمعنى كثير بسيط انه انت ليش بدي تنقبل، اشو اللي فيك شيء اللي يخليك تنقبل بالمنحه. طبعا كل شخص اكيد وبدون ادنى شك عنده صفات اكاديمية مختلفه من شخص لشخص. طبعا انت اكتبها ما في مشكله، من هلا حطها مثلا اعمل لها ليست اكتبهم وشوف اشو اللي فيه شيء انه انت بيخليك متميز عن الاخرين واشتغل عليه وطوره. الخطوه الاخيره هون، وهي اهم شيء بالنسبه يعني لكل الطلاب وليس فقط طلاب الماجستير، هي نشر بحث علمي حقيقة. يعني بالنسبة للطالب الماجستير حصرا لازم ينشر، ما عنده مجال إلا ينشر إذا فعلا هو بدي يقدم على منحة. طيب أنا طالب إجازي شلون فيني أعمل، خاصة طلاب السنة الرابعة. طلاب السنة الرابعة لازم يشارك مع طلاب الماجستير، لازم أنت تعرض خدماتك لطلاب الماجستير. أكيد هلأ كل طلاب السنة الرابعة بيعرفوا طلاب الماجستير. طيب انت رول عندهم، اوكي انا بدي بس اشتغل معك، انا بدي اكون مساعدي لك، بدي اشتغل بس خليني اشتغل على شرط انه احط اسمي معك. طبعا نحن ما في اشكالي اطلاقا باضافه الاسماء، يعني نحن دائما عندك بتكون عندك ورقه البحث بتكون فيها اسماء، عندك اول اسم هو المهم، طبعا هذا اللي بيكون اشتغل البحث، عندك الاسم اللي بيكون مع السترايك مع الستار، هودي طبعا بيكون المشرف، ما باقي الأسماء بتكون إنه هؤلاء شاركوا في البحث. طبعا النسبة بتختلف من 1% ل 5% ل 10%، ما راح تختلف. فطالب الإجازي عنده كتير فرصة إنه يدخل على طلاب الماجستير ويشتغل معهم. طبعا المقابل إنه هو بيدخل اسمه معهم بنشرة البحث. طبعا هون احنا للاسف في كثير جامعات انه ما في عندهم مشروع تخرج، يعني مثلا كثير في جامعات على مستوى العالم ما في عندهم مشاريع تخرج بالنسبه لطلاب الكيمياء او الفيزياء. بعض الجامعات بيكون في عندهم مشاريع تخرج، طبعا عنده مشاريع تخرج بيكون عنده فرصه انه لينشر اكثر، في عنده مثلا فرصه ليكتسب خبره البحث العلمي. ولذلك بهالناحية نحن كنصيحة يعني للطلاب الإجازي
وخاصة طلاب السنة الرابعة أنه يشاركوا طلاب الماجستير يساعدهم في البحث على أمل أنه ينشروا مع بعض. طبعاً ليش مهم البحث؟ ليش مهم نشر البحث؟ بكل وضوح يعني عند بتجي أنتوا طالبين، لنفرض طالبين عندهم أنه إذا الاثنين قدموا على نفس المنحة والاثنين نفس العلامة ونفس الامتحان واجتازوا الانترفيو وكل شيء، إذا واحد منهم نشر والثاني ما نشر مباشرة بيختاروا الناشر بحث، بيختاروا على العمياء حقيقة. يعني أنا هلا خليني أقول من نفسي أنا، يعني يجيني طالبين واحد ناشر بحث واحد ما ناشر بحث، أنا مباشرة بأخذ الناشر بحث. طيب ليش؟ لأن هذا يكون جاهز علميا. الناشر البحث معناته هذا ناشر علمي جاهز علميا للشغل، هذا ما بده تعليم، هذا لحاله عرفان أنه شلون يبحث، عرفان شلون يكتب مقالي، عرفان شلون يبحث عن مقالات، عرفان يعني جاهز علميا، هذا جاهز بس حطه في المخبر وبيشتغل. بينما اللي ما ناشر بحث، اللي ما ناشر بحث بده يتعذب، بدنا نتعذب معهم، بدنا نتعلمه من الاي بي سي اجين، لان انت بدك تحط في بالك انه المنحه عند اللي بدك تعطيك انه منحه، يعني عم تعطيك مثلا عم تدفع لك تيوشن في، عم تدفع لك رسوم الجامعه، عم تدفع لك اجور السكن، عم تدفع لك اجور المعيشه اليومي، ولذلك اني ما بدهم يحطون مصاريهم بشخص انه مو جاهز علميا او في عندهم انه احتمال انه ينجح او احتمال ما ينجح. فانا برجع اكيد يعني باكد كثير على اهميه نشر البحث العلمي. طيب في هون نصيحتين بس بدي احكي فيهم. كثير ناس بتقول انه حظ، طبعا النجاح في الحياه خاصه النجاح العلمي في الحياه ما بيعتمد على الحظ، هاي نصيحه فيهم دائما في يعتمد انه عندك انه انت تكون عندك قوي اصرار لتحقيق هدفك، تكون هدفك واضح. طبعا اكيد انه اللي بيسعى بصدق خلف هدفه بتسانده كل الظروف الوصول اليه. طيب لنفرض هلا نحن اجتزنا المرحله الاولى، نحن جاهزين لل24، جهزنا حالنا من ناحيه اللغه، جهزنا حالينا من ناحيه التحضير العلمي. إذا بيكون عندي نشر بحث بيكون أفضل، ما في عندي نشر بحث طبعاً ما كتير مشكلة كبيرة حالياً. يعني المرحلة الثانية إيش ما نعمل فيهم؟ أول شيء بدك أنت يكون عندك إيميل بشكل صحيح. طيب ليش هاي مهمة؟ يعني ليش هاي مهمة إنه الإيميل بشكل صحيح؟ أنت أكيد تعرف إنه في عنا شيء بالإيميل جانك وسبام، يعني هذا الإيميل إذا ما كان بشكل صحيح، أنا عند البداية بعت مثلاً الدكتور محمد وإيميلي ما بشكل صحيح، فأكيد راح يدخل عند جانج والسبام، يعني وبالتالي في احتمال 1% فقط إنه يقرأه. ولذلك أهم شيء يكون في عندك تسجيل الإيميل بشكل صحيح، يعني في يوم مشان تتأكد إنه عند تبعته لأي منظمة أو أي لشخص أو أي جهة تانية إنه ما يروح لعند السبام أو الجانج. طبعا مثل ما هو معروف فيهم انه هني دائما بيكون الاول اسم ثاني اسم مع البروفايدر جيميل او هوت ميل او كذا. طبعا انا هون ممكن ان تحط انت اي رمز اي كذا، ليش؟ لان احنا بتعرفين مثلا بالنسبه للوطن العربي في كثير عندنا معظمنا اسماءنا محمد واحمد وليد وكذا، ولذلك بدنا شيء يميز يعني عن الثاني، اي رمز سواء رمز ثاني او رقم او الشيء اللي بتفضله. طيب انتقلنا للمرحلة الثانية، مواقع التواصل الاجتماعي. ليش مواقع التواصل الاجتماعي؟ دائما اللي عندهم منح واللي عن الإعلانات عن المنح والإعلانات عنهم بينشروها على مواقع التواصل الاجتماعي. أول موقع أنا بنصح بشدة إنه كل طالب يسجل فيه هو LinkedIn. LinkedIn هو عبارة عن موقع علمي للكوميونيتي بشكل كامل، يعني اللي بتلاقي الناس اللي موجودين فيه كلياتهم طلاب جامعة، أساتذة جامعة كلياتهم طلاب جامعة، ما في أي شخص ثاني، وكل شيء اللي عم ينتشر فيه على أبحاثهم. يعني أنا عندي بنشر بحث جديد مباشرة أنا بروح بعمل له advertisement يعني إعلان عنهم بهالموقع كذا. وبنفس الوقت إنه عند اللي في عندهم انه ينشروا، يعني مثلا الجروب او البروفيسور عنده منحه، عنده مكان بده طالب ماجستير او طالب دكتوراه، مباشره بينشروا هون. هلا مثل ما انا شايفين هون انه في مثلا عم بيقول لك
انه انا محتاج لطالبه بي اتش دي يعني دكتوره طالب دكتوره انه محتاجونا بهالجروب. طبعا مين راح يشوف هالاعلان؟ فقط اللي مشترك بهالموقع. فانا بنصح كل طالب انه يشترك بهالموقع ويضيف طلاب. فيك طبعا عند بتضيف ناس بتضيفهم حسب تخصصك وحسب المكان اللي انت حابب تعيش فيه. مثلا يعني انت انا لنفرض ان انت مهتم بالمانيا، فيك تضيف كل الناس اللي من الناس الباحثين والطلاب بالمانيا بتخصصك، بتخصص مثلا سواء الصيدلي او سواء الرياضيات او اي تخصص. طبعا نرجع على الموقع الثاني اللي كتير مشهور هو الفيسبوك. طبعا بالفيسبوك كمان كتير في ناس في جروبات، جروبات بها الاسم، اما بيكتبوا لك يا ماستر بي اتش دي اند بوست دوك سكولارشيب. طبعا كمان انا بنصح كتير 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 بنصح ناس انه تعمل لايك لهالجروب، سواء الجروب او سواء البيج، لان هول كتير كمان بيحكوا فيهم. انا ما عندي خبره كتير بالتويتر والانستغرام، ما كتير نحن مشهور عنا كتير هون، احنا اكثر شيء مشهور عنا لينكد وفيسبوك. ممكن كمان بالنسبه لموقعك انه تشوف اذا في اي شيء على الانستغرام وتويتر كمجموعات بينشروا السكولارشيب، كمان فيك تشترك فيهم. طبعا اذا في عندك مواقع خاصه، مواقع فقط خاصه يعني ما هي سوشيال ميديا، انه هي خاصه فيهم، مثل في عندك اليورا اكسس، هاي فقط في اليوروب، فقط في اوروبا، فيك كمان تدخل على هذا الموقع وتختار تعمل عمليه بحث بالسيرش على السكولارشيب سواء ماستر او بي اتش دي، بيحطوا لك كل المنح الموجوده فيهم. طيب انتهينا من الخطوه الثانيه. الخطوة الثالثة هي عندك المعرفة الشخصية. هلا المعرفة الشخصية ما هي معناتها واسطة مشان ما نتدخل. أكيد ما هي الواسطة يعني، فأنت إذا تحط في بالك إنه في اللي عند الباك تقدم على منحة ما في عندك واسطة، مستحيل يعني. المعرفة الشخصية شلون، ليش المعرفة الشخصية؟ هلا أنت عند اللي بتعرف شخص، يعني مثلا اللي أنت عند اللي نفرض إنه أنت بتعرف شخص بجامعة ستوكهولم بألمان، ستوكهولم. طيب انت عند ذاك الشخص عند بتعرفه عندهم في منح كل شهر او كل ست شهور بينزلوا على منح. طيب انت بالمعرفة الشخصية له وانت بتعرفه انه اختصاص كذا، بتقول له انه يا اخي عم بيصير نظام المنح، بليز خبرني. طيب انت هون عند بينزل اعلان المنح، بكل بساطة بيقول لك انه هلق نزل اعلان هذا الرابط كذا. يعني هلا مثلا نحن على مستوى جامعتنا هون في عندنا كل ست شهور بينزلوا الاعلانات. طيب اذا انت بتعرفني انا فيني بس انت بتعرفني انا مباشره بحول لك الرابط. طبعا انا ما راح اعمل شيء، لا بضربك مني وما بعلم شيء، ما عمل شيء، انا فقط تحويل الرابط لحضرتك. فها هي المعرفه الشخصيه يعني. فانت المعرفه الشخصيه بتساعدك مثل الفيسبوك، مثل اللينكد ان، مثل اي شيء، بتسهل عليك انه تعرف مباشره المنحه اللي راح تدخل عليها. طيب لنفرض هلا نحن انتهينا، هلا عرفنا انه صار عنا المنحة، لقينا منحة منشورة جاهزة قريناها، أنا نويت قدم عليها. طيب شو أول شيء لازم أعمله؟ أول شيء بدأت تقرأ التعليمات التطبيق بعناية، أهم شيء تقرأهم. طبعا معظمهم، ما معظمهم، كلهم بدي يكونوا منشورين باللغة الإنجليزية. ولا لا تحاول مهما كانت لغتك الإنجليزي سواء ضعيف أو قوي، لا تحاول تستخدم جوجل ترانسليتر، لا تترجم ترجمي من جوجل، لأن في بعض الأحيان بيترجم لك ترجمي غريب عجيب بيغير حياتك فيه. فأهم شيء أنه تقرأ التطبيقات، تقرأهم أول مرة وثاني مرة، وحتى ما تخلي أول ملاحظة. طبعا أنا ليش عم أقول لك أنه تقرأهم التطبيقات، ليش عم أقرأ لك تعليمات؟ لأن عادة إعلان المنحة بيجي لك أقل شيء صفحتين أو ثلاث صفحات، بيكتب لك أنه أول شيء نحن محتاجين للطالب، يحتاج لك أنه أشو صفات الطالب لازم يكون، أشو الأوراق المطلوبة، بعدين بيجوك الشروط. يعني هلأ في كتير منح أنه أنت تحصل على منحة بس، ولكن أنه أشو الشروط إذا فشلت لا سمح الله، الله يبعد الفشل عنكم جميعا. في كتير منح بتطالبك انه تدفع كل شيء مصاري اذا فشلت. يعني مثلا هلق في خاصه بجامعات كثير متقدمه، اذا انت مثلا قدمت على منحه وافقوا عليه ولا سمح الله ما حق يعني فشلت،
فبعملية مرحلة فشلك سواء أنه ما اجتزت كامل الامتحانات أو ما حسنت تنشر أو فهون أنت مجبور أنه تدفع لهم ترجع تدفع كل شيء مصاري حطوهم عليك ترجع تدفع لهم إياه. طبعا هذا الكلام ما مطبق بكل الجامعات، فقط بعض الجامعات، جامعات خلينا نسميهم الجامعات النخبي، لأن هني بدهم هودي دائما طلاب يكونوا كتير يعني شاطرين ويعني حاسس بالمسؤولية، فقط هولي بيحطوا هذا القرار. الجامعات الثانية، في جامعات أيضا أنه ما بتطلب هذا الشيء، أنه خلاص يا أخي أنت نجحت فشلت يعني لا سمح الله راحت من حياتك. فبهالموضوع هون أنا برجع بقول لك أنه لازم تقرأ تطبيقات تعليمات التطبيق بشكل متكرر وأكثر من مرة وتفهمه 100%. ما كانت لغتك الإنجليزي ضعيفة، حاول تستعين بشخص متمرس في المجال. طيب إذا في شيء ما واضح، لا تتردد أبدا أنه ترسل بريد إلكتروني إلى المزود للناشر عن المنحة. إذا أنت محتاج أي توضيح، يعني مثلا لنفرض أنه هني كاتبين بالمنحة ما نذكرين أنه أشهر راح يدفعوا لك بالشهر، أشهر الراتب الشهري مثلا. هلا طبعا أكيد يعني أنت مختلف، عندك الحياة بتختلف بين أوروبا بين أمريكا بين كندا، كل واحد فيهم يعني مثلا أنت لنفرض أنه مثلا $500 ممكن تعيشك في آسيا بس، ولكن ما بتعمل لك شيء في أوروبا أو في أمريكا. فإذا ما نذكرين هذا الشيء، ما نذكرين شقد الرسوم اللي راح يدفعوا لك إياه أو كذا، فلا تتردد أبداً أنه تبعت إيميل وتسأل، ما تخجل يعني تقول أنه أوكي أنا بدي أخجل أسأل عن المصاري كذا، لا أنت لازم يكون كل شيء واضح قدامك قبل ما تبعت. طيب هون نرجع نتذكر أنه شلون الطريقة الأولى اللي حكينا فيها أنه البريد الإلكتروني. فأنت يعني بتبعت بريد إلكتروني، إذا ما كان البريد الإلكتروني راح لعند المزود عجانك أو السبام معناته ما رح يقرأه، وبالتالي خسرت فرصتك للتطبيق. فأنت مثل ما أناكم ملاحظ المراحل كلها مترابطة مع بعضها والخطوات كلها مترابطة مع بعضها البعض. طيب الخطوة الثانية، الخطأ ممنوع. طيب شو معنى هذا الخطأ ممنوع يعني؟ مقالات مسروقة، جمل كاملة جاهزة من الانترنت، أو صديقك قدم على مرحلة سابقة ورجعت أنت قدمت كل هذا الشيء من قبل. طبعا هذا الأمر مباشرة في عندهم، نحن في عندك في شيء اسمه بلاجياريزم، طبعا بيسموه إما الانتحال أو السرقة الأدبية والعلمية. طبعا هون أنت شلون تعرفون في هلأ كل العالم أنه مرتبط، كلياته مرتبط ارتباط واحد مع بعضه، وبالتالي في عنا كتير تولز، عنا أدوات ليكتشفوا البلاجياريزم. يعني أنت إذا بتنسخ تنسخ جملة واحدة فقط، البروغرام بيشوفك أنه أنت منين أخذها ومن أي مرجع ومن أي مكان. فأنت عند البلاك باشر تكتب، لازم يكتب شيء أنه خاص فيك، بحث خاص فيك. طبعا أنت هون عند بتقول أنه بدي أكتب بحث، أو أنا مثلا يا أخي ما بعرف أشو بدي أبحث. طبعا هون هني ما بد المزود البحث ما راح يقول لك انه ما راح يشتغل خليك تشتغل بالضبط على ايش ما كتبت، بس هو حابب انه يشوف تفكيرك العلمي، حابب يشوف انه انت شلون بتكتب الخطوات البحث، حابب يشوف انه شلون كتابتك. تمام يعني هلا مثلا عند تروح انت على امتحان لغه انجليزي، طيب بيسالك الصبح انه انت اشو افطرت، وبيصير بيسألك أنه أنت شربت قهوة أو لا، وشلون بتحب القهوة. هو ما همه، هو ما همه إذا أنت أفطرت أو لا، هو ما همه إذا بتحب القهوة بسكر أو بدون سكر، هو بده يفهم أنه يعرف أنه أنت قادر تتكلم باللغة الإنجليزية. نفس الشيء بالنسبة للعلم. أنا عند البطلب أنه من شخص معين أنه يكتب لي خطة أنه أشو ناوي يشتغل. هون نحن الهدف أنه أنت يعرف الطالب أنه أي شيء عم يكتب عن البحث اللي بدي يشتغله، سواء البحث صغير أو كبير، سواء البحث ذا قيمة علمية أو غير قيمة علمية، ما في مشكلة، المهم تكتب. وبالتالي ممنوع منع بات أنه تحاول تأخذ شيء جاهز من مقالات تانية أو تنسخ جمل كاملة في يوم من الإنترنت. الخطوة الثالثة أنه قدم بأكثر من مكان، يعني حتى ولو قدمت 10 منح في نفس الوقت
نتردد. مثلا نفرض انه مثلا هلا نحن هلا مثلا بدي هلا بالسمر بالفصل الصيفي بعده راح يباشر انه على الفصل الاول، فمن حاليا كل الجامعات تطلب على منح، فانت ما تلزم حالك بجامعه واحده او بمكان واحد، قدم بقدر ما قدر ما بتعرف وقدر ما تكون شيء بيناسب تطبيقك قدم عليه. 10 منح، 20، 25 منحه ما في مشكله، قدم كلهم على نفس الوقت، لأن دائما بتحط الاعتبار أنه أنت عندك فقط احتمال انقبال 1%. تمام؟ طيب في هون كتير مهم شغلي، أنه في عندك أنه عادة أنه أصحاب الوظائف والشركات بيحبوا الطالب اللي بياخذ منحة، وخاصة المنحة الدراسية المجانية ببعض الجامعات. طيب شو السبب؟ لأن أنت عند مثل ما قلت لك أنه بعض المنح أنه بيكون لازمتك أنه بتدفع مصاري إذا فشلت، وبالتالي الفشل ممنوع، وبالتالي انت بتكون نفس شخصيتك تطورت اكثر. انت عم تاخذ منحه دراسي معناته انت اول شيء صرت انه معتمد على حالك بشكل كامل، يعني انت بتدرس تنجح تاخذ شهاده بالاخير، ما درست ما نجحت صرت انت بمشاكل بغنى عنها، وبالتالي انت هون منفصل انفصال كامل عن اهلك، وبالتالي هذا الشيء بيعطيك لشخصيتك انه بتكون افضل، وبالتالي يعطيك فرص افضل بالحياه. طيب في كثير مثل بيقول انه اسال مجرب ولا تسال حكيم. اليوم حكيمنا طالب من اليمن وقدم على منحه بتايلاند وحصل عليها. طبعا ليش انا اخترت في اليمن؟ هلا اكيد واحد عم بيقول ليش انا اخترت في اليمن؟ لان هلا كل واحد عم يسال سؤالين. السؤال الأول إنه يا أخي نحن مشاكل الفيزا والكذا ونحن بسوريا وبإدلب و و و وآخر. طيب الوضع نفسه وضع اليمن، خلينا نشوف المقابلة مع بعض. حياك الله أستاذ فؤاد. حياك الله دكتور. بتايلاند. وشرف إن أنا أتكلم مع حضرتك دكتور. الله يخليك يا رب. أستاذ فؤاد، أول شيء شلون عرفت عن المنحة بتشولة؟ هي المنحة بتشولة في عندنا دكتور يمني عامل قناة في التليجرام في الفيسبوك بينزل فيها ممكن يعني أقدر أقول 80% من الفرص والمنح المتاحة. تمام. الصينية بالسوشيال ميديا يعني شفتها بالسوشيال ميديا. ايوه في السوشيال ميديا. طيب بعد ما شفتها شو اول خطوه قمت فيها بعد ما شفت انه المنح هون؟ اول خطوه انه دخلت اشوف الجامعه، اشوف الاقسام والمنح اللي تقدمها الاقسام. بعدين كانت الخطوه التاليه لانه ما نعرفش التفاصيل وكذا تفاصيل التقديم، فروحت اتواصلت مع إيميل لمنسق القسم. تمام. فمنسق القسم هو أعطانا التفاصيل إنه أروح لقسم الريجستريشن وأعمل ريجستريشن على القسم، وبعدين أول ما أكمل ريجستريشن أبعث الملفات على إيميل المنحة. ممتاز. طيب المشرف على البحث شلون وجدته؟ المشرف البحث بعد ما ظهرت نتائج المنحة والقبول فهم طلبوا منا أعطونا يمكن أسبوعين 15 يوم عشان كل واحد يلاقي مشرف. فأنا دخلت على برضو على موقع الجامعة على الستاف في الجامعة الأكاديميك ستاف وبحثت عن مشرفين وشفت توجهاتهم لقيت يعني المشرف اللي هو يعني توجهه مقارب لتوجهي او مقارب لما انا اريد. طيب راسلته. تمام. كان في مقابله انترفيو؟ كان في مقابلتين، يعني في مقابله بالمنحه اللي هي قبل القبول النهائي بالمنحه، وفي كان معي مقابلة مع المشرف أول ما بعثت له إيميل وكذا وهو وافق فطلب مني مقابلة. طيب انترفيو مع المنحة شلون كانت؟ انترفيو مع المنحة كانت
يعني هي أسئلة عامة فقط، كان من الأسئلة اللي هي الأسئلة الخاصة، كان واحد من الأسئلة هل قد نشرت أبحاث أو كذا. تمام. طيب، في عقبات واجهتك بالحصول على المنحة؟ والله الحصول على المنحة في، أنا أتكلم بشكل عام، بشكل عام في عقبات كثيرة، إنه مثلا في بعض المنح ما تقبلش بعض الدول لدول مخصصة، أو تقبل آيلتس وتوفل وكذا. وفي بعض المنح، مثلا المنحة الصينية مقاربة شروطها للمنحة التايلندية، إنه مثلا إذا عندك دبلوم وعندك شهادة إنك درست البكالوريوس في اللغة الإنجليزية بيمشوها وتختبر هناك في الجامعة اللي هو اللغة. أنت تخرجت من اليمن ولا من مصر؟ أنا تخرجت من اليمن. من اليمن. طيب، هلا أنت سافرت من اليمن لمصر عشان تقدم على الفيزا، ما هو هيك؟ أيوة، على الفيزا، لأنه ما فيش عندنا سفارة تايلاندية في اليمن. تمام، كله مسكر بسبب الحروب. أكيد العقبات كثير واجهتك للحصول على الفيزا، ما هو هيك؟ على حسب معلوماتي بعرف 3 4 شهور يمكن انتظرت. ايوه، 4 اشهر ونص. طيب، بهالفترة شعرت بالملل؟ شعرت انه فقدت الامل؟ شعرت انه ما رح تنقبل؟ والله يا دكتور، كان يعني نفس الاسبوع اللي جت فيه الموافقة هو كان اخر اسبوع في مصر، ولا بنرجع اليمن. ما في، سبحان الله سبحان الله، اللي بيصبر بيلقى، ما هيك؟ ايوه، فجت الموافقة في اخر، جت آخر يوم الخميس. ايوه، يوم الخميس، احنا مخططين انه نرجع يوم السبت، اذا ما جتش الخميس الجمعة ما فيش، السبت نرجع. سبحان الله، والحمد لله اجيت ودرستوا الحمد لله. هون، وان شاء الله تكونوا من المتميزين هون. كل الشكر ان لك شاء الله. استاذ فؤاد، كل الشكر لك. السلام عليكم. حبيبي حياك دكتور، الله عليكم السلام، حياك الله. الشرف. على السلام عليكم. الله يخليك. وعليكم. ننتقل للآخر شيء، إنه أنا بدي أقول لك إياه، إنه حط في بالك بنهاية الكلام، يعني حط في بالك إنه دائما إنه الألم مؤقت بس، ولكن النجاح هو إلى الأبد. يعني نجاحك أنت، يعني لنفرض نعطيك كثير مثال بسيط، إنه مثلا عند الطالب البكالوريا، عند اللي بيباشر مثلا ببداية السنة، عنده مثلا 9 أشهر من الدراسة اليومية وكذا وكذا، لقدم امتحان لينجح. بلحظة عند اللي بيعلن النتيجة وكان هو من المتفوقين وحصل على اللي بده إياه، راح ينسى كل شيء، كل الألم، كل المصايب اللي حصلت معه بال9 أشهر، ما راح يتذكر غير لحظة النجاح. ونفس الشيء بالنسبة لطالب الجامعة وللباحث بشكل عام ولفيون، لأنه هو دي النجاح دائما، يعني عند أنت النجاح يؤرخ حاليا، يعني يؤرخ أنه على الانترنت يؤرخ فيون، وأنت بصير فيون إن شاء الله دائما موجودين. فمهما كان صادفتك عقوبة عقبات، مهما صادفتك عقبات، مهما كان الوضع صعب، ما تفقد الأمل. أهم شيء ما تفقد الأمل، لأن في كثير ناس أنه يعني اللي بياخذ الفرصة هو اللي عنده مثلا بيقول صبر طويل. فالأهم شيء أنه يكون عندك أنه أنت إيمان بهدفك، أهم شيء يكون عندك إيمان أنه أنت راح تحقق هدفك. طيب، هلأ سؤال هون، يعني مثلا هلأ بعض الطلاب ممكن أنه سؤال يخطر في باله، أنه طيب ما عليش، أنه إذا أنا عملت كل هالخطوات اللي حكاها دكتور وليد، هلأ حالياً أنا قدمت كل هالمراحل، طبعا راح يقول حظي يعني، بس نحن ما نقول انه الحظ، وبنهايه الامر ما حصلت على المنحه، يعني ما حصلت على ولا منحه، يعني طبعا انتظرت سنه سنتين ما حصلت على اي منحه. طيب، هون هذا الحكي ما بيخليك انه انت تتراجع. ليش؟ اول شيء اطلع على نفسك قبل وبعد. طيب شلون يعني؟ هلا انت قبل ما تصير تخطط لتعمل المنحه، ممكن تكون انت ما طورت لغتك الانجليزي، ما طورت
نفسك العلمية علميا، يعني ما قرأت كتب علمية أكثر، ما قرأت مقالات، ما شاركت بأبحاث. طبعا بتلاحظ أنه أنت ولو ما حصلت على المنحة بس، ولكن أنت نفسيا وعلميا اتطورت. يعني أول شيء أنه صار عندك خلفية علمية أكثر من الشيء أكثر اللي ما درسته بالجامعة، والشيء اللي مثلا باللغة الإنجليزية تطورت أكثر، وكل هذا الشيء ممكن يساعدك في الوظيفة اللي أنت عم تشتغل فيها أو اللي راح تشتغل فيها أو اللي راح تقدم عليها. فولو ما حصلت على المنحة في نهاية الأمر، تم شيء كله إيجابي لك، كل شيء إيجابي لك ولصالحك فيها. طيب النقطة الثانية والأهم، النقطة الثانية والأهم، أنت عند اللي نفرض قدمت على 100 منحة وما حصلت بس صار عندها خبرة كتير كبيرة. طيب أنت، أنا كإنسان ما نجحت، طيب خليني السبب لنجاح غيري. أنت صار عندها خبرة كتير كبيرة في هالمجال، صار عندها خبرة لكذا تاني، وبالتالي في كل خبرتك هاي تعطيها لشخص تاني يقدم عليها، يشوف وين الثغرات، وين الثغرات لو وقعت فيها، وين الأخطاء، وتعطيها لشخص تاني، وبالتالي الشخص التاني أنه ينجح بحصول على منحة. فدائما إذا أنت ما نجحت تكون سبب لنجاح غيرك. في النهاية دكتور محمد، إذا في أي طلاب بيحبوا أي شيء يتواصلوا يستفيدوا معنا فيه، ممكن أنه يأخذونا على الإيميل، يبعثونا أي إيميل فيهم، ممكن على الفيسبوك بس، ولكن أنا ما كتير بجاوب، كتير بطيء شوية على الفيسبوك. ممكن كمان في عنا كتير، نحن عم ننشر فيديوهات عن الجامعة عن الكذا على قناة اليوتيوب، كمان فيهم يتابعونا هونيك فيهم إن شاء الله. وكل الشكر لكم دكتور محمد، وطولنا عليكم. جزاك الله خير، كل خير دكتور وليد، والله يعطيك العافية. كل الشكر لك على هذه المعلومات، والله سبحانه وتعالى يتقبل منك إن شاء الله. الله يخليك يا رب دكتور محمد. عراسي يا دكتور وليد، صراحة كنا كثير سعيدين بهالمحاضرة، وإن شاء الله طلابنا يكونوا استفادوا من بعض المعلومات اللي تقدمت فيها حضرتك. الله يخليك يا رب. بالنسبة لطلاب في معنا هون دكتور، بس لحظة واحدة، في معنا هون الأساتذة، في عنا الدكتور نوري عميد الكلية جبنا بيسلم عليك، الدكتور محمد تحياتي كيف. تحياتي أساتذة معنا، حياك الله. الله يخليك دكتور وليد. الله يسلمك يا رب. بالنسبة دكتور محمد لطلاب الماجستير، طلاب السنة الرابعة، ما لنا نسيانينهم في محاضرة العلمية اللي قلنا عليها، حكيت عليها راح نحضر لهم إياها، بس إن شاء الله بالأسبوع القادم أو أكثر إن شاء الله دكتور فيهم. إن شاء الله دكتور نضل نستفيد من علمك إن شاء الله. طيب نشوف الطلاب ونشوف الأساتذة إذا حد عنده سؤال بيحب يوجه لك. أكيد تفضل. في استاذ يوسف، يمكن قبل المره صار هيك والتقيتوا مع بعضكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تحياتي. الله يعطيك العافيه دكتور، بارك الله فيك، الله يجزيك. الله يخليك يا رب. ما شاء الله محاضره قيمه، الله يجزيك الخير، استفدنا كثير منها. الله يخليك يا رب. الله يسلمك. سؤالي هيك، كنت بدي اسالك عن مشاريع التخرج للسنه الرابعه في بعض الجامعات، مثل ايش يعني؟ نعطى مثلا مشاريع كفكره، يعني كبعض العناوين حتى نحن نستفيد منها لطلابنا. هي فكرة مشروع التخرج، يعني أنه بس تخلي الطالب يشتغل بشكل مستقل. يعني أنت دائما هلق عند يعني هي مثلا نفرض أنه أشو الفرق بين مشروع التخرج وتجربة، تجربة علمية يعني، والتجربة بأي سنة كانت في التجربة الرابعة. أنه أول شيء أنه ما في الشيء، المشروع اللي عم بيشتغل عليه ما انشغل، يعني ما درسه هو الطالب بحد ذاته، ما اشتغله قبل. يعني اي فكره علميه، يعني لنفرض انه على مستوى الكيمياء التحليلي مثلا، انه في تخليه مثلا يحدد كميه الحديد في البندوره، يعني بشكل بسيط جدا بس، ولكن بما انه مشروع التخرج عاده بيكون اما طالب او طالبين كحد اقصى عم بيشتغلوا بس، ولكن هني دحالهم عم يشتغلوا، وبالتالي هو عم يشتغل كل شيء بايدهم، يعني كل شيء عم يشتغل في ايده، عم يزيد عنده الخبره. يعني هو الهدف من المشروع التخرج انه يصير عنده خبره علميه بايده،
بينما عادة عم بيكونوا بالتجربة أقل شيء، يعني حتى نحن هون عنا يعني عن طلاب عم بيدخل على تجربة مثلا طالب طلاب السنين الرابعة بيكونوا 4 أو 5 طلاب، فعادة بتلاقي طالب أو طالبين عم بيشتغلوا والطلاب الباقيين قاعدين عم يتفرجوا. فهاي الفكرة دي، يعني مشروع التخرج ما هو شرط يكون فكرة كتير كتير عميقة طبعا، يعني هي طبعا كلها بترجع للأستاذ المشرف أو الدكتور المشرف. يعني نحن لا مثلا عاده عند اللي بيكون عندنا عند بتكون مثلا عندك عندي مثلا انا بحث كبير، فعند بيجوني طلاب السنه الرابعه ما بدي انا شغلهم اي ما خليهم يشتغلوا ايش ما كانوا يروحوا، لا شغلهم بقسم من بحثين. يعني مثلا لو نفرض اعطي مثال بسيط، الدكتور محمد عم يشتغل مثلا على الجرافين، انا عند بيجوني طلاب السنه الرابعه بخليهم ولو يقشروا، يعني بسوي تقشير، يعني أنا ما بدي يدرسوا دراسة كتير متعمقة، بس ولكن دراسة سطحية بس يتعلموا، ومن نفس الشيء النتائج اللي عم يحصلوا عليها ما كبة، يعني أنا ما تروح إنه هباء منثورة، لأن الطلاب مشروع التخرج آخر شيء عم يأخذ وقت للمشرف، عم يأخذ وقت من المخبر، عم يأخذ مواد كيميائية من المخبر، أنا ما بحب كل هذا الشيء يروح هباء منثورة. فدائما يعني بيكون طبعا ما غدلك ترجع للدكتور المشرف اللي مشرف على مشروع التخرج. تمام تمام الله يجزيك الخير. سؤال لو سمحت، بالنسبه لموقع لينكد ان، انا اشتركت موقع لينكد ان اشتركت مره فيه، ولكن ما لقيت الاشياء اللي عم تحكيها، فممكن تدلنا على طريقه مثلا او تعطينا فكره اكثر عنه؟ اللي ممكن انا كنت مخطئ بطريقه الاشتراك فيه. هلا انت بس عملت اشتراك عنه، بدك تعمل عمليه اضافي للناس اللي فيهم. طبعا اول شيء في عندك طيب بس لحظه شوي، انا بس لحظه شوي بعد اذنك انا راح ادخل على الموقع. تمام، يا ريت تعطيني فكرك عمليه كيف عم تشترك فيه او تضيف حد. بس لحظه ايه شغال. تمام تمام طبعا هون في عندك الموقع، في عندك انه انت طبعا بالانجليزي انا عندي شتون شوي، في عندك الماي نتورك، فيك تبحث طبعا عن الناس اللي بدك اياهم اي كونكشن فيك تبحثهم. طبعا هو بيعطيك سجشن، بيعطيك اقتراحات لحاله حسب المكان اللي بدك اياه. فيك انت هون تبحث مثلا، او بس تبحث مثلا انت لنفرض يعني انه اي مكان انه مثلا بدك انه مثلا كيمستري، طبعا انت عند تحط كيمستري بيعطيك مكان انه انت ايش اللي بدك اياه، هل اللي بدك اياه عمل، هل بدك اياه ايفنت او بيبل، فممكن انه انت تباشر انه بالناس تختار بيبل. عندما تختار بيبل بيعطيك اكثر فيك انه الكونكشن، طبعا ما بيهمك انه هودي الكونكشن هي الموقع، بيهمك الموقع انه انت باي مكان بالعالم بدك اياه، بدك ناس انه تاخذهم يعني مثلا بالمانيا باليو اس اي باي مكان، فانت فيك تختار مثلا مكان معين، فيك تاخذ انه بمكان معين انت مثلا بدك الناس اللي عم يشتغلوا مثلا بجامعه محدده او بشركه محدده مثلا بفايزر، انا بس بدي بس بفايزر، فهون ممكن تدخل بشوفك الناس فقط اللي بيشتغلوا هون. فانت هون اذا بتقرا شوي عن ملفه، اذا عجبك شفت عجبته بس بتعمل له كونكت، بس تعطيه طلب انه كونكشن. طبعا هو يعني مثل اضافه طلب صداقه عند ال يعني بيصير عنده مجال بيقبلك. فهون بما انه كل الناس يعني علماء يعني بيشتغلوا في البحث العلمي وكذا، فاحتمال كتير كبير انه يقبلك فيهم. وبنفس الوقت انه فيك انت تعمل عن الجوب، تعمل له بحث عن اي مكان، يعني انه بالنسبه للسكولارشيب، فيك تعمل انه انت جوب الارت، لو ما شايف هون في عندي جوب الارت،
هذا بيعطيك منبه يعني من تفعيل بسموه تفعيل جرس. فانت فيك مثلا تبحث عن البوست دوك، يعني مثلا لو انت منك شايف انا مثلا حاطط هون انه بوست دوك ريسيرشر، في عندي انه ليكتشر، في عندي اسيستنت بروفيسور، عند ببحث بيهم، فهو دائما بيعطيني انه كل ما صار عندهم اي شيء منشور لحاله بيعطيني انه بيعطيني الارت وبيجي على الايميل. طبعا انت بما انه عم توصلوا بيوصل على الايميل، بيجي على ايميلك انه في المكان الفلاني عرضوا على منحه او كذا. طبعا هاي المنح مثل ما قلت لك في ناس بتعرض، طبعا هاي بتكون عند اللي بده يعرضوا على منح علميه، هون بتكون عن طريق يعني منظمه جامعه بحد ذاتها. في الطريق الاقصر، الطريق الاقصر مثل انا ما شوفتك بالمحاضره، انه في دكتور بحد ذاته هو اللي بيطلب. يعني مثلا انه انا عندي لنفرض انا عندي منحه قدمت على فاند، شو بيسموه هون عند منقدم على مشروع علمي، بتقدم مثلا على مشروع علمي للجامعه انه تطلب مصاري يعني مشان انه للبحث، فبيعطوك بعد ما ياخذ الابروف بيطلبوا مثلا انه انا بدي طالب، يعني بدي طالب دكتوراه يشتغلوا على هالبحث، بس ولكن مدفوع، يعني مدفوع من القسم. فهون الدكتور بحد ذاته هو اللي بيعلن، وبالتالي هذا بيكون طريق مختصر. فهون بتجي اللي يعني بيكون مباشره انت بينك وبين الدكتور، ما في داعي للجامعه يعني انه تدخل منافسه كبيره. تمام دكتور وليد. في عنا سؤال ثاني كمان من الاستاذ انس، تفضل استاذ انس. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياكم دكتور. شو هو السبب في الرغبه في الدراسه بالجامعات الالمانيه والبريطانيه؟ هل هذا السبب هو انه يتم دفع الطالب الى الامام ليصل الى الافكار العلميه المعاصره؟ بالوقت الحالي يعني خلينا نسميها انه كل الناس اكيد يعني اكيد خليني كون كثير واضح معك، يعني انه هلا مثلا سؤال انه ليش الناس ترغب تدرس، وليس فقط في المانيا او بريطانيا، ليش ترغب تدرس بامريكا، كندا، طبعا بريطانيا بالنسبه للالمانيا؟ لان الطالب عندما بيطلع بيدرس بهالدول بعد 5 سنوات دراسه متزامله بحق له يقدم على جنسي، وبالتالي انت حصلت على باسبورت ثاني، هاي النقطه الثانيه، وبالتالي بتشوف انه ضغط كثير كبير على هول الدول. طبعا اكيد العلم انه طيب دكتور وليد بعد اذنك بس هو مداخله صغيره، تفضل. يعني معناتها نحن في نصيحه انه نوجه طلابنا باتجاه جامعات محدده، يعني هلا انت قلت انا بنصح الطالب يقدم مثلا 10 منح او 15 منحه، ولكن مثلا نحن فينا نركز بالتقديم المنحة للطالب انه يقدم على جامعات، خلينا نقول بعيدا عن الجامعات الألمانية او البريطانية او حتى الأمريكية. كل ما بعدت عنهم لان هودي بيتموا الطب، يعني هودي بيتموا مرغوبين بشدة، يعني مرغوبات بشدة جدا. يعني هلا مثلا انا من تجربتي الشخصية، يعني انه انا كان مثلا ما قال الاستاذ فيون، انا كان هدفي انه ادرس في ألمانيا مثلا بسنة 2011 انه اعمل دكتوراه بالمانيا، بس ولكن شفت انه الوقت راح ياخذ طويل كثير. بس ولكن انا مثلا عند غيرت الاتجاه، عند قدمت هون سواء بتايلاند او بالصين او بماليزيا، الفرص اكثر، فيك تحصل على المنحه بطريقه اسهل واسرع. اما بالنسبه لي مثلا اذا بقدم مثلا انه لنفرض يعني على جامعات لندن او على جامعات فيون، على جامعات امريكا واشنطن، فالضغط كثير كبير. يعني عدم المؤاخذة، لا تنسى أنه في عندك حتى الصينيين نفسهم، يعني الصين نفسهم أنه بيرغبوا نعم. أنه يدرسوا بأمريكا الجامعات الألمانية أو بأمريكا، نعم صح. ناهيك عن الأعداد الضخمة جدا من الهند، من الإنديا. الهند طبعا بيدرسوا اللغة الإنجليزية، وبالتالي كثير منهم بيرغبوا أنه يروحوا فيهم. فبتلاقي أنه لنفرض يعني أنه أنت عند يعني أنا بعرف أنه في بروفيسور هو مسؤول عن الموضوع في جامعة على ياباني، يعني بجامعة ياباني كل 6 أشهر بيجيهم طلبات تقديم،
13,000 طلب. يعني عند بيفتحوا انه بدي انا منحه وبدي فيهم، بيجيهم 13,000 طلب. ايش قد بياخذوا منهم؟ 100 طلب. نعم. فانت عم بتقدم على منحه كبيره، على جامعه كبيره، على اسم كبير، فاكيد يعني منح فيهم. ولذلك طبعا انا ما بقول لك انه لا تقدم، لا، مشان ما تقدم هون وقدم هوني وقدم وين ما كان يكون، يعني اللي بده يقدم قدم بكل الاماكن. نعم نعم، وصلت الفكره. طيب دكتور، في طالبه كمان بدها حابه توجه لك سؤال بعد. تفضل. دكتور، هاي الطالبة بس حابة تسأل إنه عن مصادر لمراجع موثوقة. يعني أحيانا بتقول إنه ضمن الجوجل في كتير مراجع غير موثوقة علميا، فهي عند عم تسأل سؤال إنه في يعني عندك روابط أو كذا مثلا لمصادر مراجع موثوقة. أو نحن اليوم إذا أنا كطالب إذا بدي أشتغل مثلا ببحث علمي موثوق، شو هي أهم المصادر اللي خليني اتبعه؟ هلق أهم، نحن أكثر شيء في عنا الـ يعني خلينا نقول جوجل سكولر. الجوجل سكولر أوكي، يعني ممكن الجوجل سكولر لا بأس فيه، بس نحن عادة يعني عند المتبع ما بعرف إذا ما يمكن نحن عادة يعني هون نحن بنستخدم سكوبس، ما بعرف إذا متوفر عندكم. في عندك طريقة تانية، إنه في عندك الساينس دايركت. نعم. في عندك ال مشكلة دكتور، الساينس دايركت ما فعل عنا، يعني نحن كجامعة لحد الآن ما في إمكانية، أو لسه الجامعة ما صار عندها قناة خاصة بهالمجال هذا. في هون بهذا المجال في موقع تاني اسمه ريسيرش جيت. أنا راح أفرجك يا إيه دكتور، نحن بس إذا في إمكانيات هذا. إيه بس. طبعاً بالإضافة للجوجل سكولر المتوفر بين يدينا حالياً. هلا في هذا دكتور محمد ريسيرش جيت، هذا الموقع في منهم إنه بينشروا أبحاث، يعني البحث بينزل هون. في منهم بعضهم بيعملوا ابلود، يعني بيضيفوا البحث بشكل كامل، يعني انه انت عاده نحن دائما عند ناخذ بحث بيساعدنا انه ممكن نشوف فقط الابستراكت. نعم، هيدي هي المشكله صراحه اللي بتعاني يعني منها اكثر طلاب موجودين عندنا. هلا دكتور محمد طبعا عم يعينوا منا طلاب الماجستير، ما هيك؟ نعم، انه حاليا اغلب حتى على جوجل سكولر او اي موقع انه عم يعطوهم فقط الابستراكت. دكتور محمد، هاي المشكله انه معظمهم، يعني هلا في عندك في بعضهم اوبن اكسس، في بعضهم في موقع ثاني دكتور محمد، في هذا الببليشر، هذا مثل سكوبس اسمه MDBI، هذا كل شيء عندهم هون موجود فري، يعني فيك تنزلون يعني هو اوبن ريسورس في هذا MDBI. نعم تماما دكتور، فيك تنزلون فيهم. اذا في مثلا شيء شفتوا انه على الساينس دايركت او على السبرينكر على الوايلي، بالنسبه لطلاب الماجستير طبعا احنا يعني كنا هذا ان احنا مخبي لهم اياه لطلاب الماجستير، بس هلا بنحكي لهم اياه. اذا في اي شيء مقالي معيني، يعني مقالي معيني بدهم اياها وما توفرت، بس ابعث لي اياها انا بحمل لك اياها ان شاء الله. زياده دكتور، الله يبارك فيك، الله يجزيك الخير.
نعم دكتور، في سؤال مهم. في عندنا سؤال لك استاذ أناخ. تفضل. نحن في التعليم الجامعي عم نصطدم دائما بتقديم الاساسيات والامور العلميه المعاصره يتم تجاوزها في الحياه الجامعيه. السؤال، كيف تستطيع الجامعات الاوروبيه تهيئ الطلاب لكي يستطيعوا القراءه عن طريق الانترنت؟ في الجامعات الاوروبيه كيف بيتم التوازن بين الاساسيات العلميه المقدمه في الجامعه والامور العلميه الموجوده على الانترنت اللي هي بتعتبر اصعب ب100 مره من الامور اللي بتدرس في الجامعه؟ احلق مثل ما قلت لك انه اذا انتبهت احلق الاساسيات اول شيء السنه الاولى وسنه ثانيه هني اساسيات عم يدرسني بكل الجامعات نفس الشيء. يعني انت يعني مثلا على مستوى الكيمياء انت اول شيء عم تدرسوا المبادئ من الاسيد بيس من كذا ما فيهم، هذه الاساسيات واحده. النضوج العلمي عند باشر الطالب السنه الثالثه والرابعه، عند بتصير باشر تعطيه حلقات بحث، عند بتصير تعطي الطالب انه يبحث عن الانترنت عن موضوع معين عن شيء انه هو محتاجه هو بده اياه. يعني انت مثلا لنفرض انه مهتم بصناعه البطاريات لنفرض، فانت هون عند صار هذا اهتمامك فيهم انت لحالك بدك تصير تدخل على الانترنت وتبحث وتقرا اكثر. يعني طبعا هون عندي في نقطه كثير 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 مهمه انه لازم كل طالب يعرفها. يعني دكتور وليد هون بس في نقطه معناتها يعني انت توضيح الكلام انه هن بالجامعات مثلا الاوروبيه او العالميه عم يربطوا الطالب بالبحث العلمي من السنه الثالثه او الرابعه من سنوات الدراسه الجامعيه. صح اكيد. الصراحه نحن هذا الشيء اللي عم نفتقره هون بجامعتنا، يعني عم تضل الامور كلاسيكيه لحين تخرج طالب. بس هذا يعني حتى عمليه التحويل هاي كثير بسيطه دكتور محمد، يعني كثير بسيطه. يعني انت مثلا ان شاء الله ممكن نستفيد من هالملاحظات انه بالمستقبل ان شاء الله بالخطط الدراسيه مثلا نلزم الطلاب بالسنوات التخرج انه يكون عندهم مشاريع تخرج. مثل ما تفضلت حضرتك متون، مشروع التخرج يختلف كليا عن اجراء تجربه مخبريه. صحيح. التجربه المخبريه لها تقاليدها ولها اسلوبها الخاص، اما اليوم بحث الطالب هذا بشيء بيعبر عن شخصيه الطالب. هلا دكتور محمد، حتى من خلال السنه الثالثه او الرابعه من قسم العملي اعتبر انه بس تجربه علميه، انه الطالب يقرا مقاله علميه ويعملها برزنتيشن. تماما دكتور، تجربه انه بس انت تجبره. هلا يا دكتور محمد في نقطه، هلا نحن طلابنا بيسمعوا يا دكتور وليد، هلا الطلاب عندنا بيسمعوا ان شاء الله. نحن عندنا خطوات لقدمه، راح يكون في شق من الجزء العملي هو خلينا نقول حلقه بحث اجباري. هذا بدي اقول لك فيه، يعني انه انت اللي بتوجه الطالب يا دكتور محمد. انت الطالب بده الرياحه اخر شيء، يعني مع احترامي لكل الطلاب. يعني بس ولكن انت اللي بدك يا دكتور. ان شاء الله في المستقبل راح نشغلهم، وعندنا والله عندنا الحمد لله يعني هلا الطلاب بيسمعونا الحمد لله، عندنا كفاءات علميه متميزه. اكيد وفي عقول نيره، يعني في عالم ما شاء الله عليها، في طلاب عم تشتغل وبتتعب حالها. طبعا نحن انت ابن البلد وبتعرف الواقع اللي صحيح اكيد اكيد اكيد. يعني الجامعه خلال الخمس سنوات الماضيه لحتى وصلنا لهالمرحله هي عانينا كثير وقاسينا كثير. وانت بتكون قلت يعني الانسان ما بده يوقف عند ظرف معين او عند حد معين، لا فيهم يعني ماشي بخطوات نحو الامام. صحيح. ولذلك ان شاء الله يعني دكتور حقيقه نحن بنفتقر انه هو الارتباط بالعالم الخارجي كذا، انه مثلا الانسان يتنور بافكار جديده بمعلومات جديده. ان شاء الله نسعى لانه نطور جامعتنا من خلالها. دكتور محمد هلا صفى انترنت، يعني هلا نحن انا يعني الطالب اللي بهالزمان هذا مختلف تماما عن الطالب عند كنا انا وياك طلاب. يعني هلا الانترنت متوفر للاسف، يعني كثير يعني متوفر للاسف حاليا معظم التوجه على الانترنت، يعني ما هو هدفه بحثي او كذا، يعني الامور صايره بمنحى ثاني. وذلك هون انت واجبك كدكتور توجه طلابك جامعه، مسؤوليه العالم اللي هي بتتبنى الطلاب انه تحفزهم باتجاه الموضوع هذا ان شاء الله. دكتور محمد في نقطه كثير مهمه هون، انت ما بتنتظر يعني رئيس الجامعه ليصدر قرار، انت الاستاذ المخبري استاذ بتباشر من اصغر شيء من مخبر دكتور محمد، الاستاذ اللي تحت ايدك عم يشتغل هو بيباشر يعني بوجهون. صدقت دكتور ريدين. هلا بصراحه لاقول لك ملاحظه، دكاترتي هلا والاساتذه جنبي كلهم عم يسمعونا، نحن لا تزال شوي
نفسية اللي كنا متعلمناها سابقا، يعني التعليم الكلاسيكي اللي حتى موجود في عقولنا من سابقا. أنت درست في سوريا وشفت، صحيح صحيح، لا تزال هالأفكار أغلب بصراحة علقة في رؤوسنا، يعني أكيد أكيد الحضارة الكلاسيكي كذا. فنحن إن شاء الله يعني بالمستقبل رح نحاول أنه نطور أمورنا باتجاه الأمر هذا إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله، يعني إن شاء الله إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك دكتور. الله يخليك يا رب. تحياتي. بس عرف باسمك وبحالك. أنا الطالب مهدي الحسن، سنة رابعة فيزياء وكيمياء. أهلا وسهلا فيك. دكتور، أنا كطالب في جامعة إدلب، الفرص الممكنة أني سجل على المنحة سواء في أمريكا أو في ألمانيا أو في أي دولة، ما هي احتمالية أنه انقبل في هالمنحة؟ أنا كطالب في جامعة إدلب، جامعة إدلب تسعى لنيل اعتراف دولي، أنا شاد عندي فرصة أني انقبل؟ هلأ ما بعرف أنه أشو قصدك أنه يعترفوا فيها أو كذا، يعني هلأ عدم نعم تقصد أنه اعتراف دولي فيها. هلأ أنت بتعرف أنه في عندك كم عدد هائل من الجامعات الخاصة المتوفرة في العالم؟ معروف دكتور، بس عندك جامعات خاصة تدرس كيمياء، حتى تدرس كيمياء وما معترف فيها دوليا، بس ولكن انت ما به يعني. هلا نحن عند الجامعة عندنا هون عندنا نحن مثلا بحكي انا على جامعتنا، يعني انه عند بيجينا الطلاب شلون نحن بنعمل لهم رينكينج، يعني في عندك انه مثلا التوب 100%، يعني الجامعة ترتيبها أول 100 جامعة في العالم، مستوى العالم. نعم. إذا كان هذا حاصل، إذا الطالب، نحن طبعاً هون عندنا كله جي بي أي، يعني جي بي أي من 1 إلى 4. نعم نعم. مفهوم. طيب إذا كان الطالب، إذا كان الطالب جاي من أول 100 جامعة، فجي بي أي 3.2 يقبل. تمام؟ إذا كان الطالب جاي من جامعة ترتيبها من 100 إلى 500، جي بي اي لازم يكون 3.4. أي جامعة بعد الترتيبة بعد 500 لازم يكون الجي بي اي 3.5 وما فوق. أيوة. فنحن ما عندنا أنه مثلا على مستوى الجامعة هون أنه ما في عندك أنه هاي الجامعة أنت معترف فيها أو معترف فيها عالميا أو كذا أو هيك. طيب مين راح يعترف فيها؟ يعني هلا في الاعتراف ممكن تدخل يعني كثير امور انه ما بين. لا الحمد لله دكتور، هلا نحن بالفتره الماضيه صار في قبولات لاكثر من 60 او 70 طالب بمنح في الجامعات التركيه كطلاب دكتوراه وطلاب ماجستير. اي خلص، بما انه في ما في دكتور محمد، يعني خلص بما انه انت معك شهاده، ابدا يعني هلا الطالب ان شاء الله بس يتخرج معه شهاده، معه نقاط علميه مثل ما انت تفضلت، معه جاهز علميا للبحث العلمي، اتوقع انه قبوله يعني بجوز يضل عندنا بصراحه لحد الان. هذا الموجود عندنا هو معوق السفر صراحه، يعني انت طول حكيت عن تجربه هذا الاستاذ اليمني انه عانى 4 شهور أو 5 شهور حتى قدر يامن فيزا. يعني بصراحه نحن موضوع لسه جواز السفر تامينه، تامين الفيزا، يعني هذا بصراحه هو المعوق الاساسي لاي طالب علمي. دكتور محمد، الطالب اليمني كمان ما عندهم سفارات باليمن، نفس الوضع بإدلب، بحرب وما حرب، قدم عن طريق السفارة التايلندية بمصر، طبعا هو سافر على مصر أو كذا، قدم الأوراق على بسفارة تانية، طبعا هو هذا السبب ليش تأخرت يعني. فكمان في يعني هو بالأخير في توفيق من الله سبحانه وتعالى، والإنسان لازم يسعى وراء الأمر. أكيد أكيد، وبالنسبة لهذا الموضوع أكيد بينحل، يعني عند بده يصير بشكل كثير ممكن يصير تقديم على السفارات موجودة بتركيا، أو لأن معظم التقديم هلأ أونلاين، يعني تبعت الدوكيمنت أونلاين عند اللي بتصير فيهم. هلأ أنت دكتور محمد، يعني هلأ الفيزا بتبقى آخر شيء، آخر هم، يعني ليش؟ لأن أنت بس أخذت القبول،
بس اخذت الاوكي يعني بس اخذت القبول من الجامعه والقبول من المشرف هون مثلا مثل ما بيقول يعني بتعمل نفق من تحت الارض وتروح على السفاره ما هيك؟ نعم نعم صدق الدكتور حياك الله. فهي النقطه الام مهمه انه الحصول على المنحه قبل الفيزا فيها. تماما دكتور. طيب في اي سؤال يا شباب طالبات طلابنا هم في سؤال؟ استاذ جمال احب حدا يوجه سؤال للدكتور وليد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جمال خطيب ماجستير فيزياء. بالنسبه للتقديم لما كنت عم بتقول اللغه مهمه جدا في تقديم الطرح. الطرح المقصود فيه انه لازم يكون الطالب معد نفسه سابقا كانه عم يعمل خطه بحث، يعني بده لما بده يوجه نفسه باتجاه بحث محدد او باتجاه محدد علميا كانه لازم يعمل خطه بحث مسبقا. او هل بننصح الطلاب مثلا طلاب السنه الرابعه والثالثه والرابعه انه من الان يعدوا نفسهم بانه كل واحد يعد خطه بحث وكانه بده يقدم ماجستير؟ صحيح صحيح. هاي النقطه كثير هي من ضمن الاوراق المطلوبه اللي عند بتقدم على المنحه بيسموها كوفر ليتر. ما بعرف بالضبط شو بالعربي يعني الترجمه الصحيحه لها بالعربي. ايه تماما دكتور. يعني حتى الطلاب اللي طلعوا السنه الماضيه على تركيا كلهم عملنا لهم مخطط بحث حتى سمينا نعم. فهاي اجباري لازم يكون موجود يعني من ضمن الاوراق. مثل ما قلت لك انه البحث ما لازم يكون يعني علمي 100%، ما لازم يكون انه مثلا شيء جديد ما حد اشتغله من قبلك. هو الطالب الدكتور عند بيشوف هاي الكوفر ليتر، هو بده يشوفك انه انت شلون بتصيغ الكلام، شلون يعني بدي يعني هاي اول كونكشن يعني اول اتصال بينك وبين شو اسمه. تماما دكتور وليد. وحقيقه نحن كل الطلاب اللي هون قبل هالمره اشتغلوها يعني قلنا لهم شغله، اهم شيء انت ما تكون اخذ شيء مقتبس اقتباس من غيرك. صح صحيح صحيح. تكتب توضح فكره انت يعني ولو شيء مشغول وشيء موجود مسبق، بس انت يعني تحط لمساتك مثل ما بيقول بهالموضوع. صحيح صدقت فيهم يعني شيء المهم يعني ولو بسيط بس يكون طالع يعني منك يعني من نعم ذاتك. نعم دكتور. نعم حياك الله دكتور وليد والله يعطيك الله يخليك يا رب. شكرا. الله يسلمك. أسلفناك معنا. الله يسلمك يا رب. دكتور نوري بس هيك حبيب يحكي كلمتين. نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. دكتور. الله يعافيك. مشكور على المحاضرة. الله يسلمك يا رب. الله إذا في مجال إقامة ندوات علمية بين جامعتكم، هذه الندوات تكون ندوات تخصصية في مجال الفيزياء والكيمياء والرياضيات موجهة لطلاب جامعة إدلب وموجهة أيضا الجامعة. إذا كان هناك إذا كان في الإمكان عن طريقكم يعني التنسيق أو التحضير لهذه الندوات العلمية، فيعني أعتقد بأن الأمر سيكون له يعني سيكون نوع من تقديم الدعم لجامعة إدلب. بارك الله بكم. الله يسلمك يا رب. دكتور نوري المشكلة إنه هي سهلة يعني ما هي صعبة، بس ولكن لغة التواصل يعني هون بده يكون انجليزي يعني الطلاب او بدك تعملهم كلهم انجليزي. يعني الطالب عند بدك تخليه يعرض بحثه، يعني انا فينا مثلا خلي طلابي انه يعملوا محاضره زوم على اجوا بيشتغلوا، بس الكلام كله انجليزي. فالسؤال هل طلاب السنه الرابعه راح يكونوا قادرين يفهموا؟ ندبر حالنا دكتور نفهم لك كم كلمه. هلا الدكاتره ماني واخفان فيهم، انا ما لنا على الدكاترة، بس ولكن طلاب السنة الرابعة يعني أو عندي يصير تشاركي، هل بده يكونوا قادرين إنه فيهم أو حتى هل هم قادرين؟ والله يا دكتور وليد الحقيقة نحن عندنا هون ضعف كبير في اللغة الإنجليزية حقيقة يعني. طيب وبالتالي هاي فرصة إن شاء الله في المستقبل. أيوة فرصة إنه نرجع نرتب أوراقنا تجاه هذا الأمر. صحيح فيهم يعني لأن
يعني هلا خاصة مثل ما قلت إنه أنتوا بدأتوا بالجامعة من جديد، وبالتالي إذا خليت باشر فيها على الستاندر العالمي أفضل ما تتبع الأسلوب القديم اللي تشتغل عليه، وبالتالي من هلق يعني حاول تحط دخل الإنجليزي فيها اللغة الإنجليزية عندنا هون كمقررات عم تدرس إنه هي في شيء عقبة بتش الطالب بيجتازه وبس. يعني اليوم أنا كطالب عندي بعض الأفكار لازم أدرسها أنجح بهالمقرر وبس، يعني الهم هو هم نجاح في المقرر بعيدا عن هم اكتساب لغة. دكتور محمد هاي كلنا كانت مشكلتنا، وقعنا بنفس الخطأ، ونحن وقعنا بهذا الخطأ وما من الطلاب يوقع بالخطأ اللي وقعنا فيه. يعني نحن كنا سابقا ندرس إنجليزي بس مشان ناخد علامة تامة، يعني بنطلع على علاماتنا، علاماتنا مثلا 40 من 40 بس ما بنعرف نحكي جملتين، يعني هذا من المؤاخذة. ولذلك هذا الخطأ اللي نحن ارتكبناه ما لنا حابينه يرتكبوه طلابنا، ولذلك نحن عم نحاول يعني عم نقول فقط محاولة انه نوعيهم، يعني انه العالم تغيرت، الدنيا تغيرت، صفة الإنجليزية مهمة لك، مهمة لمستقبلك، لمستقبلك انت، مستقبل اولادك، يعني صار وعي كتير بالنسبة للإنجليزية. يعني هون دكتور محمد رغم انه بتايلاند ولغة تايلاندية عندهم الطفل، أنا أحكي على الطفل من عمر 3 سنوات يدرس إلى جانب اللغة التايلاندية يدرسوا اللغة الإنجليزية واللغة الصينية. وفي نقطة كتير مهمة، في نقطة كتير مهمة بالنسبة للغة الإنجليزية، يعني إنه في كتير ناس ما بتحب تدرس أو تتابع فيديو إنه عم يحكي بالإنجليزية بشكل كامل أو مدرس باللغة الإنجليزية. نحن هون عندنا الجامعات يعني عفوا المدارس التوب هي اللي بيكون فيها الستاف، يعني استاذ اللغه الانجليزيه من امريكا او كندا او كذا، يعني بحيث انه ولو ما عم يفهموا على بعضهم شيء. ولذلك انت كطالب ما تخاف انه تحضر، يعني تتابع نشرة اخبار بالانجليزي او تتابع فيديو على اليوتيوب كله انجليزي بالانجليزي، او محاضره يعني او محاضره كيميائيه بالانجليزي. البداية صعبة دكتور محمد، البداية صعبة لكل شخص سواء كدكتور كطالب ككذا. يعني أنا في طالب من سوريا، من إدلب، يعني حتى من محافظة إدلب، كنت عم تابعه علميا. أول شيء أعطيته كتاب تكست بوك، كتاب علمي أنه يقرأه يباشر فيه قراءة. فأول شيء أنه قال لي صعب يعني مستحيل، أنا أصريت عليه. أول صفحة فرجاني إياها كلها بالعربي، كلهم ترجموا بالعربي أول صفحة. نعم. ثاني صفحة 95%، ثاني صفحة. المهم وصل لمرحلة، يعني بعد شهر، بس إنه بعد شهر من القراءة اليومية، بعد شهر إنه أنا بشفت إنه الصفحات مترجم فقط كلمتين أو ثلاثة. نعم صدق. فهاي كتير مهمة، إنه هي البداية صعبة عليك، أول ما راح تباشر ممكن راح تترجم كل الصفحات كلمة كلمة راح تترجمون. نعم. بس صدقني يعني بعد ما توصل للصفحة 100 ممكن ما تترجم شيء إطلاقا. نعم صدق دكتور، الله يعطيك العافية دكتور وليد. وكل الشكر لك. الله يخليك يا رب على حضورك معنا. وهي رسالة دكتور نوري إنه نحن نضل بالتواصل معك إن شاء الله، يعني أي شيء ممكن أنت إن شاء الله ما تدخل علينا بهالأمر، أكيد إنه نستفيد منك من معلوماتك ومن خبرتك ومن تجربتك إن شاء الله. الله يخليك يا رب. نحن هون نطور من حالنا إن شاء الله. إن شاء الله. كل شكر لك. الله يخليك يا رب. الله يخليك. تحياتي للجميع. تحياتي للجميع. الله يخليك. إن شاء الله بالتوفيق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.